يا عم الشيخ انا داخل على الله ثم عليك. احد يجي تالي الليول يزعج الشيخ فالشق الرجال هذا يا شيخ. وشي هذا؟ ايه اخذ مني الدراهم على اني اخذ البعير، ولا شفت الدراهم ولا شفت البعير. وش قولتك يا صليتين؟ والله يا شيخ نعم ولا. وشلون نعم ولا؟ حيرتني. نعم اني اخذت دراهمي. ايه ولا انه مستلم بعيره. يعني ما اعطيته البعير؟ لا والله يا شيخ. اجل رد له فلوسه. بيض الله وجهك يا شيخ، بيض الله وجهك. وشلون ارد فلوسه والبعير مات يا شيخ؟ اجل رجع الفلوس لراعي البعير. يا شيخ انا ما استلمت لا بعير ولا اخذت الدراهم، ما علي منهم كان مات. انت اعطيته بعيره؟ لا والله يا شيخ، قبل ما يستلم بعيره مات. وشلون مات؟ ما فهمت السالفه. يا شيخ انا البعير ما شفته، انا بسلمه الدراهم ويقول البعير مات. وين الدراهم؟ الدراهم هنا يا شيخ. هات الدراهم. سم يا شيخ. مثل لي القصه وشلون صارت. عان يا شيخ عان. اي اب كان اجيت اعطيه الدراهم ها؟ اي واحط الدراهم في يده وانا التفت الا البعير ميت. اي حكمكم في شيء غريب. خلنا نسأل المشايخ. انا عندي في الجروب القضية دي ما قد مرت علي، حطيتها فيدة. فيدة ما تركتها. وانت سلمتها الناقة قبل ما يستلمها. ماتت. اي يقولون ما لها حل ولا قد مرت على العربان. اقول لكم شغلة بسيطة. سم يا شيخ. معكم هلل؟ معي يا شيخ 5 قروش. ملعب ولا جمهور؟ الجمهور يا شيخ. وانت؟ الملعب. راحت عليكم. انت ايه؟ الفلوس اخذناها وانت ناقتك محروم منها. بس يا شيخ حكيم شيخ الحكيم شيخ الحكيم. وايش رايك في العدل؟ حكيم يا شيخ. حتى هذا من انتم ماخذه حكيم. وايش رايكم؟ خشمك يا شيخ. خشمك بيض الله وجهك. طاير نس يا شيخ. الله يطول بعماركم. صب القهوه. ابشر يا شيخ ابشر. حكيم يا شيخ.